تصدر وسم تجميد عضوية قطر مواقع التواصل الاجتماعي على مدى الأيام الماضية منذ أن تفاعل المغردون مع تصريحات معالي وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة المطالبة بتجميد عضوية قطر في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ذلك على خلفية استمرار تعنتها في سياسة دعم الإرهابيين وزعزعة أمن واستقرار دول المنطقة. ولاقى مقترح معالي وزير الخارجية قبولا كبيرا على المستوى الشعبي محليا ودوليا، وهما يعكس حالة عدم الرضا الشعبي عن السياسة القطرية في المنطقة وتأييدهم لموقف الدول الداعية لمكافحة الإرهاب في التصدي لكل من يدعم الإرهاب ويموله.